عملية ديال الأكسدة التنفسية كتمرين على مستوى عرف من الغشاء الداخلي. حنا كنعرفوا بلي الغشاء الداخلي مميز ببروتينات كتسمى لنا السلسلة التنفسية. إذا غنعاودوا البنية ديال الميتوكوندري، قلنا بلي الميتوكوندري عامل بحال هكا، نعم. إذا غادي ناخذ مثلا هاد القطعة هادي غنديروا لها واحد العملية ديال التكبير، غنلقاو هذاك العرف ديالنا عامل بحال هكا، البروتينات ديالنا اللي كتسمى السلسلة التنفسية واللي كتعمل على نقل كل من الإلكترونات والبروتونات غنمثلوها بهذا الشكل هذا. ثم غادي نمثلو البروتينات اللي كتحمل لنا الكرات ذات الشمراخ بحال هكا، إذا هنا هو الماتريس، إذا هنا عندنا الماتريس وهذا الحيز البي غشائي. إذا حنا التفاعلات اللي تمت لنا قبل قليل ديال حلقة كريبس أين تمت؟ على مستوى الماتريس. إذا نواقل الإلكترونات والبروتونات هي حرة على هذا المستوى، بالتالي كنلقاو مثلا جزيئات Na DH2 وكنلقاو مثلا Fa DH2. هاد الجزيئة هادي قلنا لاش غتخضع الى تفاعل اكسده اختزال اللي غيعطينا عمليه الاكسده اللي غادي تنقل لنا ان ا دي اتش 2 الى ان ا دي بلس زائد جوج بروتونات اتش بلس زائد جوج ديال الالكترونات. نفس الشيء بالنسبه لجزيئات اف ا دي اتش 2. المهم عندنا هو هاد الالكترونات، اول الالكترونات كتمشي لنا على مستوى اول ناقل من السلسله التنفسيه وبهذا الشكل هذا كتنتقل على مستوى الغشاء. ثاني الكترون كيلتحق بهذا، اذا كتبقى هذا الانتقال ديال الالكترونات. اول انتقال لاول الكترون شنو كيعطينا؟ كيولد لنا طاقه. حنا كنعرفوا بلي حركه الالكترونات كتزودنا بطاقه، اذا هذه الطاقه هذه هي اللي غتخول للناقل الاول ايضا انه يهز لنا هذه البروتونات اش بلس وينقلها من الماتريس الى الحيز البي غشائي بهذا الشكل هذا. مع كل نقل لإلكترون عبر السلسلة التنفسية كيخرجوا لنا بروتونات اش بلس، لان قلنا هذا النقل كيكون مولد لي طاقة وكتكون لنا ايضا جزيئات الماء. اذا عندنا اخر زوج مستقبل للإلكترونات والبروتونات هو O2 H2O. اذا شنو كيوقع؟ هاد جزيئات الاكسجين كتكون حرة على مستوى الماتريس اللي كتجي لنا من الدم. شنو كيوقع لنا؟ ان دومي O2 زائد جوج بروتونات H بلس زائد جوج الإلكترونات كيشكلوا لي جزيئة ديال الماء حسب هذا التفاعل. تخيلوا أن انتقال بروتونات H بلس غيكون في شكل تدفق، إذا اللحظة اللي غيتدفقوا لنا بروتونات H بلس إلى الحيز الغشائي، حنا شنو كنعرفوا على بروتونات H بلس؟ كل ما كان وسط غني بها كل ما كانت الحفظية مرتفعة. إذا تخيلوا أن غيكون عندي الممل بهذا الشكل هذا، بروتونات اش بلس مرتفعه هنا، اذا الحمضيه مرتفعه، كنعرفوا بلي البي اش حمضي صغير، اذا بحال هكا تيكون عندي واحد التناسب عكسي ما بين البي اش وبروتونات اش بلس. اذا هنايا على مستوى الحيز البي غشائي هذا المبنى البروتوني يشكل محفز ويشكل مهيج للكرات ذات الشمراخ باش تبدا تهز هذه البروتونات اش بلس وترجعها الى الماتريس. هذه العوده ديال بروتونات اش بلس كيزود لينا لا تي بي سانتيتاز اللي هي الكره ذات الشمراخ نفسها، كيزودها لينا بالطاقه. فهاد اللحظه هذه كتكون لينا جزيئات ا تي بي اللي كنبحثوا عليها منذ بدايه الدرس، وذلك انطلاقا من جزيئات ا تي بي زائد بي اي. حنا كنعرفوا باللي على مستوى الماتريس كنوجدوا جزيئات الادينوزين تريفوسفات وايضا الادينوزين ديفوسفات بالاضافه الى الفوسفور حرين على مستوى الماتريس. إذا التفاعلات الرئيسية اللي كتتم لنا على مستوى عملية الأكسدة التنفسية هي أول شيء العملية ديال الأكسدة ديال N A D H 2 و F A D H 2، هذه كأول تفاعل. التفاعل الثاني اللي كيتم لنا هو التكون ديال جزيئات A T P انطلاقا من A D P زائد B E.
ثم اخر تفاعل هو تفاعل ديال جزيئات او2 مع جوج بروتونات مع جوج الالكترونات باش كيعطيونا جزيئه ديال الماء. وبهذا الشكل هذا كنكونوا نهينا الدرس ديالنا. نتمنى انكم بالفعل تكونوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا الاليات اللي من خلالها كيستطع جسم الانسان انه يستخلص الطاقه الكامنه في المواد العضويه باش يحصل على الطاقه المباشره القابله للاستعمال من طرف الخلايا ديالو اللي هي جزيئات ATP. وشكرا.